لسه يا فادي مكملين بعدنا، ورح نستقبل أحمد كيوان من مجد الكروم واللي عمره 21 سنة. أحمد كتير بيهوى الفن الجبلي والشعبي، من المطربين المفضلين أستاذ وديع الصافي. مرحبا يا أحمد، كيفك؟ اهلا فيكي. اهلا وسهلا احمد. اهلا فاني. احمد، احنا كثير مبسوطين انه عم نشوفك في هاي المرحله. قول لي، كيف مرقت عليك المرحله الثانيه؟ انا من حالي ما كنتش مبسوط كثير لانه ما اديتش كيف لازم، فبتامل انه بهاي المرحله يعني اطلع كل شيء عندي. احمد، نروح معك على مجد الكروم ونشوف ريبورتاج بحكي عنك، تفضل. مجد الكروم بلد تقع في الجليل الأعلى، جنبها في كرة عربية مثل البعنة ودار الأسد. أكثر شيء بميزها صفح الجبال الخضراء. عدد سكانها ما يقارب 15,000 نسبة. من روائعها إنه هي موقع فيها تتميز بالسهول الخضراء، وأكثر شيء حلو فيها جبال الشام. كيف حالك؟ تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبي، تفضل تفضل بيتي، تفضل. اهلا وسهلا فيكم في البيت، تفضل. هو عنده موهبة ما تفضل يعني، من هو بالمدرسة يعني 24 ساعة ما بتسكتش يعني في البيت. لا بيضل الواحد إلى الثنتين صوته غناني بالحمام برا. بتمنى لليوم بتمنى اني اكون يعني هيك مشهور زي اي بني ادم مشهور، ونفسي اني اكون اادي يعني اصل لحلم حياتي اللي بدي اياه. صرت عم وخال وكل شيء تعلم. انا عندي اشياء اثنين، بحب الخيل كثير وبحب اغني، الغنان كثير بحبها يعني اكثر شيء. احمد نيوستر. يعني يا احمد انت مدلل وبتحب الخيل، قديش الغنى بينطيك اكتفاء ذاتي؟ كثير 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 كثير. بتحلق لما تغني احمد؟ بتطير؟ اكيد. حلو. من بعد ما تعرفنا عليك احمد، خلينا نسمع منك اغنيه موال علي الكوفيه من التراث الفلسطيني، تفضل.
على الرايب رام الله وجبالنا وعقال العز عقالك عزم وأسرة على الرايب رام الله وجبالنا وعقال العز عقالك عزم وأسرة والطلقة الأولى في حكاية مشوى والطلقة الأولى في حكاية مشوى عند الحق نخلي العالي واطينا عند الحق نخلي العالي واطينا غنى عتابة وميشانة وسامر فينا علي الكفي حلي ولو لحفينا غنى عتابة وميشانة وسامر فينا هز الكتف بحنية شفرة عتابة وتحية هز الكتف بحنية شفرة عتابة وتحية خلي البارود يهلل ويحلينا خلي البارود يهلل ويحلينا خلي البارود يهلل ويحليها. تفضل يا أحمد، يعطيك العافية. الله يفيك. هذا كان أحمد كيوان من مجد الكروم. ست لبنى كنت من طربي مع أحمد. أنا بحب هذا اللون الغنائي في التراث الفلسطيني. يعطيك العافية كمرة أحمد. الله يفيك. في الشك أنه أنتوا اليوم كلكم وصلتوا لهون في كلياتكم، كل واحد تميز في خامة خاصة فيه وبصوت وبأدائه، بس أنا لاحظت في بداية الموال كان في عندك خوف، ما كنتش قادر تتسلط على المقام اللي أنت فيه، بس يعني صوت حلو، لون خاص وموفق. تسلم. أستاذ محمد، صوتك جميل. تسلم. استعجلت، ما تنفستش مظبوط، كنت مستني أكتر منك. دكتور غاوي، شغلتين. الأولى أنه خامة الصوت هذه، وهذا مش عيب بطبيعة الحال، هي تناسب هذا اللون من الغناء التراثي بطبيعة الحال، لأنه هذا يا ظريف الطول، وهذه الأغاني التراثية الفلسطينية هي يعني تحمل بداخلها أصلا هذه الخامة الصوتية. ولذلك لو انك انت غنيت اي اغنيه تانية من الاغاني بطبيعه الحال للمطربين والمغنيين اللي يعني اغانيهم حديثي والكوري او بهذا النمط كان فشلت فشل ذريع في هاي الخامه الصوتي. ولذلك اول شيء انتقائك للاغنيه هو انتقاء موفق. كل واحد مميز واستمر حتى في هذا اللون، ما تحسش فيه، لكن هذا هو الطابع الصوت اللي يعني يناسب هذا النوع من الأغاني. لكن الآن من الناحية المهنية، يعني أنا مش بس بوافق كثير مع اللي حكاه الأستاذ محمد، يعني طريقة التنفس عندك طريقة تحتاج إلى عمل وجهود. لذلك أفشلك كثير في مواقف كثيرة في الأغنية، لذلك أجد كل فرازة موسيقية في نهايتها تعباني جدا أثناء الغناء، فكان الأداء عمليا هو أداء ضعيف لما كان متوقع أنه يكون. دكتور، وشو منعطي أحمد علامة من 15؟ أنا بقدر أعطي لأحمد علامة 11. ست لبنى، أحمد رح أعطيك 12. لا صح. وأستاذ محمد، موفق. والله إحنا اليوم أنا والدكتور غاوي متناغمين بالآراء. أبصر شو ليش بفهمش يعني، ولذلك أنا بدي أعطيك يا أحمد كمان 11. إذن هاي هي كانت علامات أحمد من لجنة التحكيم. إذا حبيتوا صوتوا له من خلال كتاب تستار باللغة العربية أو الإنجليزية، ورقم أحمد كيوان هو 7. أحمد، معك نص دقيقة تتوجه للجمهور وتقول هنا عشان يصوتوا لك. بعرفكم كمان مرة على حالي، أنا أحمد كيوان من مجلس كروم، عمري 20 سنة. زي ما شفتوا هاي العلامة اللي أعطتني إياها لجنة الحكم، بعرفش إذا هذا اللي بستاهله، بس كمان بقدر تساعدوني أو بتقدروا تساعدوني خلال تصويتكم، فصوتوا لي. شكراً أحمد.